أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. السمية ديالي جيب لي عمو المؤدين ديال هذا المسجد. تبع هذا المسجد تقريبا 6 سنوات ومسدود. دابا كل عام كنقولوا راه غادي يبنيوه لهنا غادي يبنيوه الساعه، ما دابا ما كاين لا بني لا والو. دابا الناس كيصليو برا، الناس محرومين من الصلاه كيصليو على برا. نطالبوا من الله تبارك وتعالى وجلاله الملك يصابوا لنا هذا المسجد في قرب وقت. واش لك شحال دابا من عام ولا باش ما كتسالش؟ 6 سنوات وغادي في السابع. بادين في السابع وحنا الناس كيصليو على برا. انا الشراوطي مصطفى من قاطن هاد الدوار اللي كيتسمى بدوار الرواد يتابع لهاد الخياط، بان هاد المسجد دار في 2010 6 سنين سدوه. قال لك السي هذا راه خارج لي واحد الغلاف مالي بقدر 60000 درهم باللغه العربيه 60 مليون. وهاد الناس كيطمطوا بغينا نعرفوا حنا هاد القدر ديال هاد الفلوس واش خارج، نعرفوا خارج. الا كان خارج كنطلبوا بالسلطات ونطلبوا جميع الناس المسؤولين القلوب الحيه وكل شيء باش هاد الناس تلبي الطلب ديال هاد الساكنه، هاد المتشردين. هاد الناس راه اغلبيه اللي كيصلي على دارو كيقول المؤذن الله اكبر كيصلي على دارو، والجمعه محرومين منها. الناس في حاله لا في حاله يرثى لها، حاله يرثى لها. الناس راه لا اله الا الله، كلشي كتشوف فيهم كلشي بعينك. الشقق ديال الجامع ها هما كلشي تصورتو الحمد لله، كلشي كاين هنايا. وكنضيف الى معلوماتي كان بان الحمد لله كنتوفروا حنا على واحد الرئيس في رئيس جامعه الحكاكشة، ما زعما رجل نزيه بمعنى الكلمه، رجل نزيه بمعنى الكلمه، مما يتوفر على المجلس اداره. مجلس اداري فاسد فاسد. واش هاد الناس هاد الاعضاء اللي عاطي الموظف اللي عاطي المواطن 4000 ريال اش كتسنى من هاد الزبر ديال هاد العضو هذا؟ واش غيدير لك شي حاجه؟ ذاك الاعضاء فاسدين. كان سنى على دار واحد المشروع ديال مستوصف صغير باش يقلل من العبء ديال هاد الناس يمشيو تال الزمامره ولا يمشيو تال هذا. دار لهم واحد الروض للدراري ديالهم باش تكون واحد المبادره للتنميه البشريه هنا، ولكن هاد الناس هاد الاعضاء ديال هاد المجلس الاداري ديال هاد الجامعه فاسدين. ولكن الرئيس نزيه كنحكموا عليه، حنا رئيس باغي يخدم ولكن ما كاينش مع من يخدم. لا اله محمد. وحنا هذا الميساج كنتمنى يوصل لجلاله الملك هو الاول والشخص الاول المهتم بهذا الشيء باش نعرفوا الدعم فين كاين. الا كاين يخرج، ما كاينش نجمعوا راسنا ونشوف حالتنا من هذه البلاد باش تعرفوا حنا هذا الجامع مزيان. بانك سدو قال لك راه خارج لي واحد غلاف مالي 60000 درهم، خصو يخرج الترميم ديالو في اقرب الحال. كنتمنى الحمد لله بالوزاره الداخليه كلشي يتدخل باش يوقع تحقيق في هذا الشيء كامل هادشي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طلع دابا خاصو يشد وصل الاذاعه ديالو، غيشد الحمد لله وغيديروا الكونت ديالهم وغيتعاملوا معاهم اداريا. هاد الجمعيه غتقوم باحسن وجه وفيها الناس كنثيقوا فيهم الحمد لله، ناس كبار باغين على الخير لهاد البلاد. هادشي اللي باغين اللي ضد هاد المشروع البناء هنا لهاد الناس، هاد الخير الناس باقي كفو. كاينين اللوبيات فساد، انا اللوبيات فساد. انا المؤدين ديال هاد الجامع وينين الناس محرومين من الصلاه ما جابريش يصليو. انا ما عطاتنيش خاطري باش انا نبرك والناس ما جابريش يصليو. هاد الناس يصوبوا لهم هاد المسجد يصليوا فيه ما كاينش. عندنا من الله خير، الله تبارك وتعالى كبير. ما كاينش حاجه راه يجرفها الله خير، اللي فالخير لا ياتي بها. والله ينصر سيدنا. امين.